I know the look on your faces عشان أنا كنت من ثلاث أربع أسابيع نفس المنظر ده لما عرفته. بس I swear أنا هفهمكم كل حاجة. دلوقتي من كام أسبوع فاتوا حضرت سيشن عن البرزنتيشن سكيلز. ولد اسمه عبد الرحمن سكر قال حتة في السيشن عن and the four phases of competence. المراحل الأربعة للكفر. بمعنى إن ده المقياس اللي حطه سايكايتريست اسمه ماسلو عن إزاي الواحد يقيس نفسه من A to Z في قد إيه هو بيعرف يعمل حاجة صح. الفكرة في الموضوع إن هو علشان الناس ما تعرفش حاجة زي دي فالعملية دي بيعدي بيها كل يوم ومحدش يعرف هي إيه، محدش يعرف إن ده أصلاً إحنا بنعمله من غير ما ناخد بالنا. بس الناس لما بتعرف حاجة زي كده بتقدر تقيس نفسها كويس جداً قد إيه هي كفء وقد إيه هي كومبتنت على أساس الحاجة اللي هي بتعملها. وانا صغيرة اللي خلاني ابدأ كتابة ان ناس كتير في المدرسة كانوا بيضايقوني وما كنتش بعرف ارد عليهم، وكانوا دايما بيبقوا كويسين جدا هما يعرفوا يجيبوا كلام انا ما اعرفش ارد عليه وما يتمسكش ضدهم، فبالتالي ما كنتش بعرف اروح اشتكي لحد. فكنت بروح البيت اقعد اكتب قصيدة شعر فيها شتايم بس يعني تأذيهم بطريقة ما ان هي تضايقهم، او ان انا لما اقراها قدامهم يحسوا ان هو اترد عليهم بطريقة قوية وفي نفس الوقت انا خدت حقي. كنت بكتب الحاجات دي في البيت واروح المدرسه سواء كان في الباص او المدرسه والعيال كلها تتلم حواليا واقعد اقول الحاجه اللي انا كتبتها في البيت ويبقوا الناس اللي مضايقاني سامعينها وعارفين كويس جدا ان هي عنهم. بعيدا عن فكره ان هم ممكن يكونوا كانوا بيروحوا معيطين وان انا خدت حقي، الفكره في الاخر ان انا عرفت اعبر عن نفسي بطريقه الناس ما كانتش بتعبر عن نفسها بيها ساعتها. اهلي شافوا الموضوع ده ان هو حاجه كويسه، ازاي واحده في ابتدائي بتكتب شعر ومتناسق مع بعضه وعارفه تعبر بيه عن نفسها بالمنظر ده. صحابي على الناحيه الثانيه بقوا بيبصوا لي ان انا البنت اللي عارفه تتكلم ليهم كلهم وان انا عارفه اسمع صوتهم لاكبر عدد ممكن من الناس. وده خلاني ان انا اعرف اكمل في مسيره الكتابه وافضل بكتب واتمرن على اللي انا عايزه اعمله في حياتي علشان اوصل لمرحله ان ما حد يقرا الحاجه اللي انا بكتبها توصل له بنفس المستوى اللي انا عايزه اوصلها له بيه. بدات بعد الشعر العربي اكتب بالانجلش شويه واكتب مقالات بالعربي بس كان اغلبيته مقالات بالانجلش. فكره وصلت لمرحله ان انا شايفه ان انا اعرف كل حاجه عن الكتابه. ده كان عدم ادراكي بعدم كفؤي على مستوى اللاوعي. عارفه ان الكلام معقد ركزوا معايا. الفكره في الموضوع ان ده الـ unconscious incompetence. الـ unconscious incompetence هو ده بالظبط اللي انت ما تعرفوش عن اللي انت ما تعرفوش. يعني لو انت مش عارف انت ناقصك ايه هتفضل في المرحله دي مش هتعرف انت فايتك ايه او انت محتاج تحسنه ازاي. بعد الفتره دي جات لي فرصه ان انا اخد كورسز كريتيف رايتنج واكتشفت اني ما اعرفش اي حاجه عن الكتابه. بقى في تكنيكس وبقى في ستايلز وان انا لازم اكتب الباراجرافز بترتيب وان انا لازم احطهم بشكل معين عشان اطلع مقال عن بحث او اطلع مقال اقناع. الموضوع كان مختلف تماما وانا ما كنتش اعرف ده. نفس اللحظه اللي عرفت فيها الموضوع ده كان الكونشس انكومبتنس، عدم كفؤي على مستوى الوعي ان انا دلوقتي عارفه ايه اللي ناقصني وبدات احسن نفسي على اساسه. في الفترة دي قررت ان انا اقدم ابقى كاتبة في تينستر واتقبلت وبقيت رايتر هناك وبقى بينزلي حاجات. واول مقال نزلي كان اكتر حاجة انا ممكن اكون فرحانة بيها لحتى دلوقتي انا واهلي. بس كان على الناحية التانية من الفرحة دي كلها كان جدي. جدي طلب نفس المجلة اللي نزل فيها اول ارتكل ليا وقال لي تكتبي لي اهداء عليها وفضل شايل المجلة دي معايا. ولسه لغايه دلوقتي فاكره هو بص لي ازاي وازاي فضل يقول لي ان هو فخور بيا وان انا في يوم من الايام هخلي اسم العيله ده بدل ما هو اسم مش معروف اسمه بيغير فكر ناس. في المرحله دي بعد ما كنت اخدت كرييتيف رايتنج كورس وعرفت التكنيكس والستايلز اللي انا المفروض امشي عليها بقيت بحط الورق جنبي على المكتب وبفضل اتمرن على نفس الحاجه اللي انا اخدتها في الكورس عشان اقدر اطلع المستوى اللي انا عايزاه من الكتابه. كنت عايزه ان انا ابقى كفء في الكتابه بطريقه تخليني ارضيني وارضي نفسي وارضي اهلي. الفكره في الموضوع ان بعد ما وصلت للمرحله دي ده conscious competence، ده مستوى كفؤي على مستوى الوعي. الاثنين كانوا balanced ان انا دلوقتي عارفه انا بعمل ايه بس في نفس الوقت بحتاج تركيز زياده وبحتاج مجهود اكتر من بقيه الناس محتاجينه. بعد فتره من التدريب وبعد كلام كتير جدا عن الحوار ده وكله بقى تمام وكله ظبط وبقيت بكتب وانا بتفرج على
التلفزيون الستايل اللي انا عايزاه او انا بسمع ميوزك بقعد اكتب التكنيكس اللي انا عايزاها وكله طلع حلو ده كان الانكونشس كومبتنس. الانكونشس كومبتنس اللي هو مستوى كفئي على اللاوعي زي ما حد بقاله بيسوق سنتين بيقدر ياكل بيقدر يشرب بيقدر يعمل اي حاجه وهو بيسوق وهو مش واخد باله او مركز في السواقه عشان هو اتعود على ده. الفكرة في الموضوع ان بعد ما كل ده المراحل دي خلصت وصلت اللي انا عايزه اوصله وحققت حاجات كتير في حياتي انا ما كنتش راضيه باللي انا بعمله. ما كنتش حاسه ان مستوى رضاي عن نفسي بنفس مستوى كفئي مع ان كان عندي كل حاجه عايزاها. ليه؟ علشان انا اول ما عملت كل الحاجات دي وحققتها في حياتي كان الشخصيه الوحيده اللي عايزه اجري عليها واقول لها على كل ده كان جدي. بس جدي ساعتها كان متوفي بقاله سنتين وفضل شايل اول عدد نزلت فيه كرايتر فنجان ستيف تحت مرتبه السرير لحد ما توفى. طيب فين المشكله هنا؟ دلوقتي انا عندي كفء بس انا ما عنديش رضا مع ان الامر الواقع ان الناس كلها تفتكر ان الاثنين بيمشوا مع بعض بس هما في حالتي ما مشيوش مع بعض وده اللي انا كنت محتاجه اعرفه. ليه حصل دروب ما بين الاثنين؟ ليه حصل ان ده عيني وده لا؟ لغايه ما اكتشفت ان انا كل اللي عملته ان السنين اللي فاتت دي كلها كنت معتمده على مستوى رضا جدي عشان اخد رضايا. ان بالنسبه لي رضاه وفخره بيا كان هو ده اللي بيديني رضا عن نفسي. ودي كانت غلطه في اني خليت الرضا بتاعي متاسس على رضا حد تاني. مهما كان الحد التاني ده قد ايه عزيز عليا او قد ايه قريب مني ما ينفعش ان انا اعمل كده. ما ينفعش اي حد يعمل كده. فضلت فترة كبيرة جدا من حياتي مش راضية باللي انا بعمله، وفضلت فترة كبيرة قاعدة بحاول ازاي ارضي نفسي قبل ما ارضي اي حد تاني، او ازاي اعتمد على رضايا بنفسي او تقديري لنفسي مش تقدير حد تاني ليا. مهما كان الشخصية دي قريبة قد ايه، ومهما كان رأيها مهم. الفكرة ان انا حبيت جدي بزيادة بطريقة خلتني ان انا اعتمد دايما على رضاه بيا عن رضايا بنفسي. لغاية السنتين اللي فاتوا دول علموني حاجة، او كذا حاجة. حاجة منهم ان انا لازم اقدر كل مراحل التعليم بفشلي ونجاحي فيها بكل حاجة اتعلمتها وبعملها وكل حاجة بتعلمها وكل حاجة عايشة طول عمري هتعلمها. حاجة كمان ان كل الناس مراحل تعليمها واحدة، كلنا بنعدي على الاربع مراحل دي، بس الفكرة ان مش كلنا بنبقى واقفين في نفس المرحلة ومش كلنا بنتعلم نفس الحاجة ومش كلنا هنتعلمها بنفس الطريقة. اخر حاجة اتعلمتها ان الموضوع كله ان رضايا بيجي مني اولا ورضا اي حد تاني بيبقى زيادة عليه وبيزود من حلاوته ونقصه مش معناها عدمه او يعني امحائه مش معناها انه مش موجود. رضاي بيجي مني ورضا اي حد بيجي من نفسه. ما ينفعش يعتمد على حد سواء كان اهله مهما حاول يرضيهم لازم يعتمد على رضاه لنفسه وتقديره لنفسه واحساسه برضاه ناحية اللي هو بيعمله مهما كان الموضوع ده عامل ازاي مهما كان صعب ازاي ومهما الناس فضلت تضغط عليه ان هو لازم يديهم الاول. الفكره في الاخر ان رضا جدي عندي ده خلاني احقق طموحي وهفضل احقق طموحي بيه عشاني وعشان اهلي وبرده في الاخر عشان جدي. شكرا.